المغرب في ورطة حقيقية، وقد يضيع فرصة استضافة كأس العالم 2030. قضية مباراة اتحادي الجزائر أمام نهضة بركان تأخذ أبعادا خطيرة لم تكن منتظرة. تداعيات والفضيحة التي نسج خيوطها المخزن بالتواطؤ مع الكاف ستكون كبيرة، وتضع الملف المشترك مع البرتغال وإسبانيا على صفيح ساخن. فوزي لقجع لم يكن ينتظر هذا السيناريو. الطاس وفي حال إنصافها للنادي الجزائري ورد الاعتبار لشكوى الفاف ضد الكاف التي لا تحترم القوانين واللوائح، فإن ذلك سيضرب ملف الترشح للمونديال في مقتل، لأن عدم احترام القوانين والدوس عليها خدمة لمصالح سياسية قد يجعل الفيفا تضرب بيد من حديد، وتعتبر ذلك البلد لا يرقى لأن ينظم منافسة دولية بحجم كأس العالم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.